دابا غندوز نعطيك واحد الشرموله ديال الحوت مختلفه شويه وتدي تتبنى السردين بزاف بزاف. ايه واخا. غادي ناخذوا من داك الثومه اللي كنا عطيت ديك المره اللي كرمنا وطحنا وصيبناها في الطاحه. ايه. ناخذوا منها واحد المعلقه كبيره. نزيد من هاد البصله اللي كرمنا وصيبنا حتى هي بيدينا ناخذوا منها حتى هي معلقه. يلاه حطي كلشي وجدناه بيدينا. ايه احسن حاجه. احسن حاجه. ونضيفوا منها واحد راس معلقه ديال الكمون. وغادي نعصروا واحد الحامضه. ونضيفوا شويه الملح واما تنديروا اما الزعتره او الزعتر تنحكوه بيدينا ونديروا واحد شويه زيت العود وترقدوا داك السردين من بعد غسلناه وسالينا حيدنا ليه داك السنسول ديالو وثنيناه على جوج ترقدوه في هاد المكونات الحبيب تنخليوهم مرقد ومن بعد تناخذوا لاطا تنسبشوه في داك اللاطا وتندخلوه للفران بقينا اختي سناء تيجي بحال المشوي وفي التقديم راه غنديرو على شكل ورده غادي نديرو كل وحده هكا وما بين وحده وحده زيتونه كحله وفي الوسط نزينو حامضه بحال شكل ديال الورده ونحطوها في الوسط ونديرو خطوط من الزيت الحار اللي كيبغي الحار اللي كيبغي الحار زيت الحار الله يعطيك الصحه هادو شيوات الداد يعني هادو كيجيو ممتازين بهاد الاقتراحات يعني بهاد الشكل تبارك الله.